يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقول إنه لا بأس بالتهنئة ببداية العام الهجري الجديد، وبعضهم يمنع من ذلك، فما الراجح في هذا؟ اللي يقول لا بأس وش دليله؟ اللي يقول اللي يمنع من هذا معه الأصل، الأصل أنه ما فيه دليل على التهنئة العام الجديد، فيكون بدعة. نعم.